السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا حبيبي؟ أهلا يا شيخ، إيه أخبارك؟ الواحد بيفكر في حاجة، عسى الله أن يرزقنا الجنة. لسه بفكر فيك بالله دلوقتي في اللحظة دي وانت بتكلمني. أخبارك ايه يا عم الشيخ؟ أنت إن شاء الله ماشي ولا إيه؟ والله في شغلة كده 100%. في تنسيق بينك وبين أخوي هناك ولا إيه؟ لا، في ناس يعني انت عارف بتشوف الوضع ماشي، وفي لبخة أصلا هناك، فاحنا نستغلها وننفذ شغلنا على السريع كده وربنا ييسر. طب في حاجة رايحينها ولا أي حاجة؟ بس لما تيجي هكلمك بقى. طيب ماشي ماشي ماشي، هكلمك أنا ونشوف هنعمل إيه. جاي لك دلوقتي. ماشي حبيبي، توكل على الله، ربنا يحفظك. السلام عليكم. بقول لك، أيوة حبيبي. أنا في الاتجاه المعاكس. ها؟ أنا في الاتجاه المعاكس. هي اللي بتطخ دلوقتي؟ في ايه؟ هي اللي بتطخ دلوقتي على الحدود في الاتجاه المعاكس؟ سيارة؟ لا لا، عربية 2 جرير. جرير بتطخ؟ ها؟ بتطخ على الحدود، مش عارف وقفت ولا ضلت ماشية. الدنيا ملخبطة خالص بالبلد. انت سمعت اخبار الصبح ولا حاجة؟ الله اكبر. 25 و2، 29، هو بيقول لك 25، وربنا يتقبل. المهم الف مبروك. ايه؟ بقول لك مبروك مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا ييسر لك. ربنا ييسر لك امرك. يلا شد من ازر اخوانك وشغل الناس، مفيش حد ينام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. سامعني؟ سامعك سامعك. في ايه؟ مفيش حاجة، كنت ببارك لك بس. ألف مبروك. الله يبارك فيك. على ايه ان شاء الله؟ ولا حاجة، على الاربعة وعشرين، على الخمسة وعشرين شمعة، ولا التسعة وعشرين شمعة دول. ايوة، لسه عارف من ساعة كده. ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك فيك. يلا اي خدمة. الله يبارك فيك يا عم الشيخ، ربنا يعينكم يا رب. جزاك الله خيرا. ماشي حبيبي، سلام عليكم.